ما قد عمرك شفته. طبعا كثير ينشدون العيد وصل. هل العيد نفصل ثياب شتوية ولا لا؟ نفصل ثياب شتوية ولا لا؟ لا تخاف اليوم ما أقول لك البرد ما راح، البرد ما راح. طيب اللي بيسألني الحين بيقول بك ليش ما راح؟ البرد قاعد يعصرنا، شغلنا المخيم بردنا، بنجيب بدل فاقد. تونا في معركة البرد نعاصر، انشغلنا المكيف، ارتفعت الحرارة، ولا ارتفعت الحرارة مشكلة، ما عاد نقدر نقاوم. واليوم لازم نحنا نقاوم. ما ادري وش الوضع يا عيال، بس حط مكيف درجة الحرارة فيه او درجة الحرارة 24، خله يفصل ويشبك، خله ايش يفصل ويشبك. حسبي قلنا شو وضعنا والله.